احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية الشقيقة في مملكة البحرين بالذكرى 71 لثورة يوليو المجيدة بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في مملكة البحرين. هذا وأكد حضور الحفل على ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر الشقيقة من علاقات تاريخية وطيدة ومتميزة انعكست على مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. ثورة يوليو المجيدة تاريخ لن ينساه المصريون أبدا. احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية الشقيقة بذكرها 71 بحضور نخب سياسية ودبلوماسية واقتصادية تقديرا واحتراما لما يجمع مملكة البحرين والجمهورية الشقيقة من احترام متبادل وتعاون مستمر على مختلف الأصعدة والمجالات. طبعا علاقات البحرين بمصر علاقات ضاربة في القدم، وعلاقات كانت إيجابية في كل الأحوال والأوقات رغم تقلبات الزمان، فكنا الحمد لله على وفاق مع أخواننا في مصر. أنتجت هذه العلاقات بنية تجارية في التبادل التجاري أو التبادل التعليمي أو غيرها من الأنشطة في مختلف المجالات ومختلف المستويات. فرصة طبعا سمحت لي أن أنا أستعرض كل مجالات التعاون اللي الحمد لله يعني شهدت نماء وازدهار على مدار الأربع سنوات الماضية بفضل توجيهات قيادتي البلدين حفظهم الله. وهذا التعاون الحمد لله يعني أقدر أقول أنه هو شهد نماء في كل المجالات. يمكن المجال اللي أنا بهتم بيه ودايما بركز عليه هو المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري، وده كان له الحمد لله النصيب الأوفى. مكانة سياسية كبيرة وتقدير واحترام دولي يحمله العالم لمصر الشقيقة لما لها من دور حيوي وفاعل في التفاعل مع كل القضايا العربية والإسلامية والدولية في المجالات الأمنية والسياسية والثقافية والاقتصادية كشريك فاعل يحافظ على إرثه العريق في السياسة الخارجية الحكيمة. مصر هي أم العروبة، ونحن جميعا نفتخر بمصر ودورها الإقليمي والعالمي، وهي العكاز اللي تستند عليه الأمة العربية جميعا. مصر لها مكانتها التاريخية والحضارية، وهي نحن كعرب جميعا نفتخر بها بتاريخها العظيم، بوجودها ككيان عربي قوي ومستقل، وله مكانته السياسية الدولية وله مكانته الاجتماعية والحضارية أيضا. منذ عام 2019 ارتفع التبادل التجاري مع مملكة البحرين والجمهورية المصرية من 400 مليون إلى أن أصبح حوالي 800 مليون دولار في عام 2022، ومرشح أن يصل إلى 900 مليون دولار. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حرص القيادة السياسية في البلدين على دعم القطاع الخاص لكي يلعب دورا محوريا في ربط المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين. والله العلاقات البحرينية المصرية علاقات قديمة، يعني علاقات ثقافية قديمة من يوم احنا أطفال من غير ما نحس رسميا، يعني علاقتنا بالأفلام المصرية والغناء المصري، طبعا ارتباطنا بمصر ثقافي، يعني دراستنا في مصر، درست أنا الموسيقى في مصر واشتغلنا مع الفرق الموسيقية المصرية وغنين مع الفنانين المصريين. خصوصية العلاقات البحرينية المصرية المتميزة جاءت انعكاسا لما يوليه قادة البلدين الشقيقين من اهتمام بالغ في تعزيز أواصر العلاقات وتنميتها وتطويرها والسعي المستمر للارتقاء بها في مختلف الظروف والأزمان. حب ووئام وتفاهم كبير ارتكزت عليه العلاقات البحرينية المصرية عبر عنه حضور هذا الحفل الغفير الذين جاءوا مهنئين مباركين لجمهورية مصر العربية الشقيقة مسيرة التقدم والإنجاز والتميز بعزيمة شعبها وقيادتها الحكيمة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.